ولسه طبعا مكملين مع حضراتكم فقره بقى يعني فعلا فقره محترمه. مين فينا كبنات طبعا او سيدات ما عندوش شنط مثلا حصل لها اتقشرت شويه، حصل لها مشكله ما يعني كلنا الحقيقه بنفضل محتفظين بيها، وخصوصا لما تكون الشنطه دي الحقيقه براند او ماركه لا بنخليها، بس الحقيقه بنتكسف ان احنا نخرج بالشنطه دي، و هي المفروض ان هي تترمي، لكن احنا الحقيقه ما بنرميهاش، بنفضل زي ما بنقول مخلينها، وخصوصا لو سعرها براند وسعرها كمان غالي جدا، وبتبقى ساعات في التقشير دي او الشنط اللي بتبقى متقشره بيبقى ممكن حاجه صغيره جدا، جزء من الصغير جزء صغير جدا من الشنطه هو اللي بيتقشر، وده يمكن اللي حصل مع هند حسين من تقريبا 6 سنين، وكمان يعني عندها مواقف كتير حصلت ليها هي اللي خلت يبقى في عندها حافز علشان تثبت لنفسها ان هي تقدر تعمل شنطة احسن من الشنطة اللي اتقشرت دي. هند في الحقيقة كان عندها ملحوظة مهمة جدا، هي لاحظت ان في طبعا بنات وستات بيدفعوا مبالغ كبيرة جدا عشان يشتروا شنطة غالية رغم ان هي جلد صناعي، لمجرد ان انت بتدفعي في الماركة مش في الكواليتي بتاعت الجلد، بالتالي مهما كانت الماركة معروفة او مصنوعة كويس في النهاية هي في الاخر لازم تتقشر وتبوظ. من هنا فكرت في من فتره ان هي تعمل مشروع للمشغولات الجلديه تنفذ فيها افكارها المبتكره، واللي هنتعرف عليها في الفقره دي. هند صباح الورد ونورتينا، والحقينا بقى بالحلول. يعني ايه ده؟ ايه ايه ده؟ لا انت اصلا مهندسه ديكور في الاصل صح كده؟ وحصل لك موقف من 6 سنين؟ من 5 سنين. من 5 سنين يعني. لا الدقة، لا احب الدقة انا لو سمحتي. 5 سنين حصل لك موقف في تقشير الشنط، وده اللي كده وده اللي خلاني بقى قلت لا انا مش هشتري شنط وهدفع فلوس في شنط تاني بصراحة. يعني عملت ايه بقى احكي لنا؟ يعني حاولت ان انا اشوف المشكلة فين، فلقيت ان اي شنطة جلد صناعي مش طبيعي هتقشر في يوم من الايام، يعني مهما طال عمرها هتقشر ايفن حتى لو براند يعني. فاتجهت للشنط الجلد الطبيعي، قلت طب انا اشتري جلد طبيعي. فوجئت بقى باللي موجود في السوق، الكواليتي قليله مش حلوه، لان معظم الجلد الطبيعي الهاند ميد الكواليتي مش قوي، بلس الموديلات مش يعني قديمه شويه، واخده طابع اللي هو الحاجات الفرعوني بقى والحاجات اللي عليها ورده والحاجات اللي هي ده الورد طلع موضه دلوقتي، بس لا الورده بتاعت الجلد مختلفة، صدقيني مختلفة. والحاجات الجلد الطبيعي اللي معمولة بقى في مصانع او كده اسعارها عالية قوي، وبرده الموديلات محدودة جدا جدا، ما فيهاش حاجات فاشنبل يعني كلها حاجات فقلت طب انا ليه ما اعملش بقى انا الكلام ده، يعني ليه ما اشوفش مثلا الشنط البراندات اللي انا بحبها اللي عجباني انفذها انا بايدي، يعني انا احاول اعملها يعني. حاولت بقى اشوف حد بيعلم الكلام ده، طب هعملها ازاي ما انا ما عنديش باك جراوند خالص. دورت على مكان بيكون يعني ممكن يديني مبادئ اقدر انطلق انا منها يعني بالظبط كده بس، واخدت كورس كده حسيت يعني حوالي 4 مرات حضرتهم، يمكن ما كملتهمش كمان، بس عرفت الدنيا ماشيه ازاي والماتيريال دي اخبارها بتتجاب منين، اتعامل معاها ازاي وكده، وبس خلاص انا بقى حبيتي الموضوع كملت. بعد ما ابتديتي ان انت تتعلمي وتسالي بيتعمل ازاي، ولا انت حابه من الاول فكره النوها وانت حابه الموضوع من قبل ما تبتديه؟ بصي انا فكره ان انا اطلع من ماده خام منتج دي بالنسبه لي كانت مبهره جدا، ان انا عندي حاجه ماده خام اوليه كمان، لان حتى الجلد احنا بنشتريه زي شكل الشيب بتاع الحيوان يعني شبه الخروف وشكله كده فعلا، يعني انت حاضره الموضوع من اوله بالظبط كده. فكره ان الحاجه دي تطلع في النهايه منتج. أيوة. منتج مستخدم والناس بتلبسه والناس بتطلبه كمان. طب احنا عايزين نعرف بقى، هو انت كده بتستخدمي جلود طبيعيه؟ طبعا. جلود غاليه الطبيعيه دي غاليه. طبعا غاليه، بس ما فيش مقارنه بينها وبين الجلود الصناعيه طبعا. لا وبعدين يعني عايز اقول لك هو استثمار في الحقيقه. يعني انا عايز اقول لك لما بيكون في براند من البراندز اللي هو
متوسطه، مش هنقول البراندز العاليه قوي. لا بتبقى تقريبا بنفس سعر الشنطه، ان ما كانتش البراند دي بتبقى اغلى. بس في الاخر هتتقشر هتتقشر بالظبط. انما الجلد الطبيعي لا، انت ممكن تورثيه كمان وبيفضل قاعد ومحتفظ بجودته تمام. لا هو نوعي انه يقشر يعني. هو نوعي ما بيقشرش خالص نهائي لا يمكن. طب السكاي ده لو في ماده معينه بترشيها عليه او بتحفظيه بطريقه معينه، هل ممكن اتجنب خالص تقشيره ولا كده كده لا هو هيقشر في النهايه يعني. انا بقول لك انا يمكن مثلا جربت من من البراندات اللي هي المتوسطه زي ما بتقولي لحد البراندات العاليه خالص وكلهم قشروا وما لهمش حل. لا خلاص يعني طبعا لان هي ماده مصنعه. انت عارفه اللي بيحصل ايه؟ بتبقى زي قماش وعليه الحاجه دي مرشوشه، السكاي دي حاجه مرشوشه كده فوقعت. بس انت قبل ما نبتدي الفقره كنا بنتكلم معاكي انا ومها ان الشنطه انت بتفكيها وبتعرفي احيانا يعني لو باظت بقى عندي يعني في الحاجات القديمه، انما في حاجات لا ما بفكهاش. وكانت معلومه بالنسبه لي جديده ان الشنطه ليها باترون زيها زي اللبس. طبعا ليها فعلا. طبعا. اوكي. طب وقولي لي اول شنطه عملتيها كانت ايه؟ كانت بتاعتي بقى، انا جربته في نفسي. بس كانت سكاي طبعا. لا 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 انا ما اشتغلتش سكاي خالص. لا 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 يعني انا بيصعب عليا المجهود اصلا والفكر والتعب في سكاي. انا عارفه ان هي هتقشر. لا بصي انا كمان كان عندي مبدا من ساعه ما بدات، انا قلت مش هبوظ حاجه. انا شخصيا يعني انا ما عنديش فكره ان انا اجرب وده يبوظ فنعمل غيره. لا ما ده مش مطروح اصلا، مش موجود في لا لا. فاللي هنعمله يعني حتى لو ما اتظبطش هنصلحه وهنطلعه منتج في النهايه. طيب وده ده اللي انا يعني اللاين اللي انا حتى ماشيه عليه في انا دلوقتي بدات ادي كورسات بقى في القصه دي. ايه المختلف اللي عملتيه هند وانت بتقولي انه الجلد الطبيعي اللي بيتعمل في الورش في مصر مشكلته ان الموديلات بتكون محدوده، بتضطري حتى في النقشه تكوني متحدده بشكل معين. مفيش الفرايتي اللي موجوده في السوق. هقول لك ليه، لان احنا هنا المصانع مع يعني هي زي ما قلت لك الكلام ده ليه باترون، مش بنشتغل كده. فالمصنع ما يقدرش يخرج يعني غير باترونين ثلاثة أربعة ماكسيموم، ما يقدرش يعمل كده. خط إنتاج ما يقدرش يعمل كده. الحاجات اليدوية بقى، الناس اللي بتشتغل حاجات يدوية، في ناس طبعا كويسة جدا يعني، بس اللي موجود في المحلات لا يعني أنا يعني شايفاه مش ما لا يعني ما قدرش أشتري حاجة. كسرتي القاعدة دي عملتي إيه؟ دمجت ما بين الحاجتين، الموديلات الموجوده دلوقتي والكواليتي الكويسه بلس الدقه بقى في طب الوقت والاسعار. بياخد الوقت يعني شنطه بتاخد منك قد ايه لو انا بس اللي بعملها؟ هو انا حاليا عندي ورشه وعندي عمال، فده طبعا موفر معايا في الوقت كتير. اكيد طبعا. لو انا اللي بعملها ممكن تاخد يوم مثلا لو انا بس. والله مش يوم كامل يعني ست ساعات مثلا دايركت. ده حلو. والاسعار الاسعار حاجة. في متناول للمواطن المصري. الرد التقليدي. لا ابدا. بصي انا حتى عندي يعني انا عندي بيج وعندي جروب والناس عارفاني. البيج اسمها ايه؟ اسمها ذا ارت اوف ليذر كرافت. تمام. ذا ارت اوف ليذر كرافت. بس فحتى الاسعار يعني انا عندي الدنيا اللي بيسال برد عليه على طول على الصفحه. ما عنديش مشكله يعني لان هو اوريدي الموديل وعلى السعر وخلاص. بصي هقول لك حاجه، احيانا بيحصل وده اللي ما بحبش اعمله لحاجه، ان اوقات مثلا الموديل ده بالنوع ده بالشكل ده هاجي اكرره وانزل اشتري الماتيريال تفرق حاجه بسيطه. فانا يعني للمصداقيه مش اكتر يعني. انما لو حد بيسالني برد، لو حاجه ثابته مثلا. بتقبلي حد يطلب منك موديل معين ولا مش للدرجه دي؟ لا طبعا بقبل اكيد. يعني ممكن ابعت لك موديل مثلا. بس مش موديل حد في نفس الفيلد بتاعي يعني. لو موديل براند معروف مفيش مشكله. بس اكيد ما بعملش كوبيز يعني انا بحب برضه احط الحته بتاعتي التاتش بتاعي. طب تورينا التاتش بتاعك هناك ايه شكله؟ ايه اخباره ايه؟ اوكي. بصي انا كمان في حاجه يعني بحب اعملها تشجيعا لان انا في ناس شجعتني كتير. يعني مثلا حاجه زي كده، انا اللي عامله الجلد. الشغل اللي على الايطاليين ده. بس نقف كده هناك عشان الكاميرا. تمام. ايوه اجيبها هنا بقى. لا انت تعالي كده شويه وجيبي اللي انت عايزاه. طيب. ايوه. زي ما كنت بقول لك، دي حاجه يعني الشغل اللي فيها ده مش انا اللي عاملاه، ده حد اللي عامله. حد برده من الناس الموهوبه قوي يعني. انا يعني حتى كمان لما بطلب موديل انا احطه في شغلي كماتش معايا، ما بحاولش احد الشخص اللي بيشتغل. ما بقولوش انا عايزه الالوان الفلانيه بالديزاين الفلاني، لا انا بقول له اشتغل
وانا انا هكمل عليك. فبحب اعمل ماتشنج ما بين الماتيريالز، يعني الجلد، الكروشيه مثلا، ده حد عندي في التيم بتاعي في الورشه هو اللي بيشتغل معايا الكروشيه. هل بتعملي حاجه مثلا، يعني احنا داخلين على رمضان طبعا كل سنه وانت طيبه، انت طيبه، بتعملي حاجات بقى اللي هي زي الحاجات الخياميه والحاجات دي ولا لا؟ بصي والله كان في حاجه برضو المفروض ان هي تتعمل بس لسه ما خلصتش. خياميه برضو، حد شاطر قوي اللي بيرسمها، بيرسم الخياميه، مش خياميه، بيرسمها ويلونها على قماش، وبنبدا احنا بقى نركبه في الجلد. حلو قوي. الاقبال بقى على الشنط، تكلمينا، الاقبال قوي ولا الناس لسه مش مستوعبه الفكره قوي؟ لا بالعكس، الناس مستوعبه جدا جدا. الناس مستوعبه، وانا نفسي ما بواجهش مشكله في ان حد اصلا بيقول لي الاسعار غاليه او مش متناسبه مع الحاجه. يعني اختياراتك للموديلز، يعني المودلز اللي انت بتعرضيها دي بتبقى بيزد اون، يعني بتتعتمد على ايه؟ هل بتدخلي على اليوتيوب بتطلعي افكار مثلا؟ لا بصي مش قوي، يعني انا بقول لك زي ما بقول لك، انا ممكن يعني ممكن مثلا بشتغل بالباترون الاساسي اللي هو يعني دي نفس باترون دي، نفس باترون دي. هو بس صغرته شويه، عرضته شويه، هنا عملت له قلاب، هنا ركبت له. طب انا عايزه اشوف الشنطه الاسود في بني. عجبك انت دي؟ اهي صح؟ دي الماتشنج بتاعها جديد بقى، ان انا بعمل شوزات كمان على فكره. فعلا. طب ده حلو قوي، لان موضوع الاحذيه جدا مش سهل، جانب طبيعي. بس طبعا انا بعمل الديزاين وبفنشها من على الوش، وفي ورشه بتقفل. طب قولي لي الالوان بقى بتاعت الصيف، يعني ايه؟ طبعا هي دايما بتبقى الفواتح، ابيض احمر. الاسود طبعا ماشي معانا، الهافان ماشي برده، ما بيبطلش خالص. الشنطه السوداء اللي عاجبه مها دي بكام؟ والله انا حاليا انا مع انا اسعارها وانا قاعده معاكي. عجبتني الحقيقه. انا مش عارفه، يعني ممكن دي تبقى في رينج 500 550. وده جلد طبيعي؟ طبعا كله جلد طبيعي. اوكي. ايفن حتى الحته دي كل وبعدين انا ما عنديش مكن على فكره، ما بشتغلش بمكن خالص. ده حاجات يدويه كلها، يدويه كل الخياطات دي يدويه. وتركيب السوست والبطانات كل حاجه، يعني انا مش عارفه بقى لو فتحتها هتبان ولا لا. الشنطه بتبتدي ازاي؟ يعني بتبتدي تعملي ايه؟ يعني ممكن ست البيت تعمل الموضوع ده وقاعده في طبعا البيت؟ لان انا اوريدي درسوا الناس كده، ستات بيوت وبداوا ينتجوا، حتى يعني في بعض منهم اشتغلوا بقى عندهم اسمه بيبيعوا يعني، وفي ناس تانية بتعمل لاصحابها، هي والبنتها، لقرايبها. في كمان الشنطه الخضراء دي، احنا عايزين نحاول بقدر الامكان نغطي كل المعروض او كل الموديلات. يعني ومن جوه شكلها ايه؟ وفيها جيوب ولا ما فيهاش؟ اكيد لا، دي ما فيهاش جيوب، دي انت اخترتي الموديل ما فيهوش جيوب. دي الانسب بقى لسن كام سنه؟ دي دايما اللي بيطلبها بيبقى في سن صغير، يعني سن الجامعه، سن الاصغر من كده شويه. يعني الموديلات اللي انا شايفاها قدامي مديه على كاجوال اكتر، ما فيش اي حاجه بتتعمل ينفع تطرح بيها سواريهات او اهي. دي لا، وفي واحده كمان بس ما اطلب واتمنى، ما عرضناهاش بقى، شفتي كل حاجه. يعني دي تنفع، دي للسواري. تمام. يعني بريميدي ممكن. الاكسسوار اللي عليها ايه؟ هل هو احجار طبيعيه؟ يعني دي حاجه بشتغل باحجار طبيعيه برضو، لان بتصدري كمان بره بحرين وامارات والسعوديه. بس يعني انديفيديوال اشخاص، مش كمؤسسات. يعني مش ما عنديش بطاقه تصدير، يعني اشخاص بس تطلب مني وببعت لهم. يعني بتطلبوا من على البيج عندك اونلاين؟ طب قولي على الصفحه تاني بتاعتك كده. The Art of Leather Crafts. تمام. وانا اسمي هند حسين. نورتينا يا هند. لا بجد هند، انت نورتينا وشرفتينا، ومبسوطين بحاجتك دي، وحاجات فعلا جميله ومحترمه. صباحك زي الورد. صباحك زي الورد. صباحك زي الورد يا هند. ميرسي.